السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله ده فيديو تعريفي للقناة. القناة دي إن شاء الله بإذن الله هتكون المعلومات زي البرامج، التطبيقات، الألعاب، حاجات كتير إن شاء الله هتستفيد منها. إن شاء الله بإذن الله هتكون تنال إعجابكم، لأن إن شاء الله بإذن الله ناوي بإذن الله يعني إنها تكون زي القنوات التانية اللي هي بتنشر حاجات يعني كاذبة أو بتنشر عنوان وهمي عشان تقدر تخش تشاهد. فبإذن الله كل اللي عليها يكون صادق، من برامج، تطبيقات، تأمين حسابات. كل سنة وانتم طيبين. احنا داخلين على رمضان، يعني السنة دي مش زي أي رمضان. رمضان السنة دي فيه حظر، والحظر طبعا كتير مننا بيقعد زهقان في البيت. فإن شاء الله بإذن الله يعني أنا هتكلم بلغتي، لأن أنا ما بعرفش أهلي مصراوي. فإن شاء الله بإذن الله يعني هشرح برامج إزاي بتفعلها مدى الحياة أو لمدة شهر، زي البرامج اللي هي بتبث مسلسلات وبرامج رمضان. لو حد فاته مننا برنامج ولا حاجة ولا مسلسل يقدر يرجع يتفرج عليها من جديد. ألعاب مثلا زي فيفا، بيس، كل دي يعني الأندرويد. وأهم حاجة اللي هي كتيرة شعبيتها كتير، الدريم ليجا، إزاي بتلعبها لايف على الداتا بتاعت الموبايل اللي هي البيانات، وإزاي تلعب على الواي فاي. دي او دي يعني ان شاء الله هشرحها، وهشرح ازاي بتحمل اللعبة في اخر الفيديو، وهنزل الرابط بتاعها تحت اي فيديو، اي برنامج، اي لعبة، بالملفات بتاعتها، ازاي بتفك الضغط لو فيها باسورد او من غير باسورد عادي، ازاي هتقدر تحمل من الموقع اللي انا ان شاء الله هنزل فيه الروابط، ازاي بتلعب وبعد كده لو خسرت ترجع للمستوى اللي كنت عليه. ده برضه هشرحها، مع ازاي هتقدر تحط الملف بتاع اللعبة لو انت هتنزل لعبة دريم ليج الاصلية، والملفات اللي انا هنزلها ممكن تضيفها عليها، بحيث ان انت بتقوي اللاعبة، تخليهم قوة في الاوبشن فتح جميع اللاعبين، التقوية بتاعتهم يعني خليها 204 اللي هي الطول أطول حاجة في الملعب. إزاي بعد كده بتقدر تلعب، الخطوات اللي فيها، إزاي بتضيف الكوينز اللي هي الفلوس يعني اللي تقدر تشتري بيها أي حاجة أنت عايزها، إزاي بتكبر الإستاد، إزاي بتغير الطقم اللي أنت عايزه، مثلا أهلي، ليفربول، مانشستر، ريال، برشلونة، على حسب اللي انت عايزه يعني. وزي كده برضه غير الشعار. فان شاء الله يعني كل ده هيكون هدف القناة، البرامج، التطبيقات، تأمين الحسابات. بس اتمنى الدعم والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان اقدر اوصل ليكم بسهولة. وإن شاء الله يعني هيكون شرح مبسط، مش هيكون معقد زي اليوتيوبر. بعد احترام ليهم يعني، في يوتيوبر زي ما قلت لحضراتكم كاذبين بينشروا خبر وعنوان وهمي عشان تقدر تخش على الفيديو وتجيب له مشاهدة، وبعد كده مش عارف هو بيستفيد ايه، ما انت ديسلايك يعني. هي بالعكس. فأتمنى أنور رضاكم وأكون عند حسن ظن حضراتكم. لايك، اشتراك، تفعيل زر الجرس عشان يقدر يوصلك إن شاء الله كل جديد. وإن شاء الله هدف البرنامج واللي هنشره فيها إن شاء الله ينال إعجابكم بإذن الله. السلام عليكم.